صحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس، مع ان نتواصل من خلال مباراة الافتتاحية للجولة الثانية والثلاثين. حكيمي بعد ذلك، ولكن الأقرب بعد ذلك وعبد اللي ينجح في نيان ينفري بجيجي دوناروما الإيطالي يتصدى ليونا مع صعود اللاعب فاليري. استلم عبد اللي مع فاليري، انطلاقة في هذه الكرة، فاويا يطلبها داخل منطقة الجزاء، رجعت إلى عبد اللي ليونيل وأشرف، ليونيل وأشرف الأقرب بعد ذلك كان وعبد اللي. عن مباريات في المتناول لنادي باريس سان جيرمان، لأنه مرة مقية بالنسبة لنادي باريس سان جيرمان. هنا نقلات سريعة، ميرسي حاول مرة، ولكن عبد اللي يرجع القائد. الأسطورة أينما حل وارتحل، أكيد الجمال كل الجمال والأداء المثالي مع الأسطورة. حكيمي، حكيمي حاول مرة، عبد اللي يرجع في الجيم، ومن صنع الهدف الأول لأنجي. خروج بالكره من عبد اللي، عبد اللي يثير للعوده في النتيجه. هنا عبد اللي ممتازه في عرضيه، ولعب يبحث عن التمرير، نعم تمرير ميسي ثالث كان قريب جدا عن طريق اشرف حكيمي. وعبد اللي ينجح في الابعاد هذه الكره في الجزاء، مراقبه رسيقه من الرفقاء سيرخيو راموس. عبد اللي، عبد اللي هنا مقوصه مره جانبيه، الكرة مرة جانبية، كاميرا يلمسها، كاميرا يتابعها، والكرة تمر. البرتغالي فيتينيا، نعم فيتينيا، أول كرة يخسرها فيراتي البديل. هذه ممكن، هذه ممكن، هذه ممكن، ولكن الدفاع يعيد لعبد اللي، عبد اللي يدخل، عبد اللي العرضية الرأسية بعد ذلك، ولكن عالية على مرمى المدرب ديجي. كرة في منتصف الميدان، جيريا تهديد عبد اللي وتيوب، والخطور القادمة والإمدادات الحاضرة من الجهة اليمنى بقيادة أشرف حكيمي. الأمور بالجول الثالث على ميسي، قوي من عناصر أنجي في هذه الأثناء. عبد اللي في صراع من اصحاب الدار لادراك هدف التعادل فيما تبقى من مشوار هذه